والحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أنبيكم العظه، ثم بين معناها وأنها هي النميمة القال بين الناس، فالعظه يعني هي البهت القال بين الناس، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، وهو من كبائر الذنوب. ولماذا ذكر المصنف هذا الحديث في بيان أنواع من السحر؟ هل النميمة سحر؟ نقول إن النميمة تشبه السحر من حيث إيش؟ التأثير الخفي، لكنها ليست من السحر الذي يخرج من الملة اللي فيه استعانة بالشياطين ونحو ذلك، فهذا وجه المشابهة.